السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة تربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برغبة ضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا مجموعة جديدة من الأردروبات الهامة اللي فيها ربح عالي قوي. أول أردروب معانا خاص بعملة اسمها أوبن بلوكشاين إيكو سيستم، اختصار بتاعها QDA. العملة دي العائد الذكي بتاعها التوتال سبلاي 300 مليون، فمعنى كده إن العملة بإذن الله هيبقى سعرها مرتفع. هنيجي نبص على التحويلات، في معانا 9000 تحويل في الاردروبات السابقة، ده الاردروب رقم 2، فهنلحق نشارك فيه ونكسب منه بإذن الله. الاردروب هيدينا قد ايه؟ 500 من عملة كده ايه، تمام. وطبعا بيزيد معاك بالاحالة. اول حاجة الايميل بتاعك، بعد كده طالب منك جيت كودا سليوز ميتا ماكس. تعال، دي اوبشنالي، اختيار ده اوبشنالي مش لازم نعمله، تمام. هنيجي للي اختار اللي بعده، اول مهمة يعتبر دي مطلوبة بالفعل، ان احنا هنيجي هنا نشترك في تويتر بتاعهم، نعمل فولو. بس انا هفتح الاكونت تاني. هعمل معاكم كده اول مهمتين والباقي ايه هشرحه لكم. نيجي هنا نعمل فولو. انا هعمل فولو بس نكون جبنا اللينك التاني بتاع الريتويت. هو مش جايب لينك الريتويت، لا اللينك اهو، تمام. كوبي، نشوف طالب شروط معانا في الريتويت ولا لا. لا تويت بس بند، مش طالب في اي شروط. فهنيجي هنعمل ايه، هو طالب اللينك بتاعه هنا، يبقى مطلوب تحت. لا مش طالب لينك ريتويت، تمام. هيبقى الريتويت بتاعنا الريتويت العادي اللي هو لايك وريتويت عادي، تمام. نرجع هنا للصفحة الرئيسية بحيث لو احتاجناها. هنيجي بعد كده هتحط اليوزر بتاعك بتاع تويتر، وبص هنا بالنسبة لتويتر. نيجي بعد كده هنا المهمة التالتة اللي هي ايه، هتشترك في جروب تليجرام بتاعهم، وهنا هتعمل لايك لصفحة الفيس، وهنا هتعمل لايك او فولو للصفحة بتاعتهم على موقع ميدا. تيجي بعد كده هتحط اليوزر التليجرام، اليوزر بتاعك على ميدا ورقم المحفظة. كده 500 من العملة كده. لا الدروب ده مفيهوش احالات، تمام، عشان في ناس بس تسألني كتير ساعات ببقى حاطط الدروبات مبيبقاش عليها اي حالة، ده الدروب ملوش احالة، تمام. نيجي للدروب اللي بعده، ده خاص بعملة اسمها سونج شاين، عملة صيني. اللي حابب يرجع للموقع بتاعهم، ده للشراء او اللي عاوز يستثمر في العملة. الاردروب هينتهي يوم 10/6، تمام. فالعملة توصلنا بإذن الله في التاريخ ده. نيجي للمهام اللي معانا، اول مهمة اشترك في جروب تجرام اول، وبعد كده اشترك في جروب تجرام تاني. المهمة اللي بعديها هتعمل فولو للصفحة بتاعتهم على تويتر، وهنا هتعمل اشتراك في الجروب تليجرام ده، تمام. هتيجي بعد كده تحط الايميل، اليوزر بتاعك بتاع التليجرام، اليوزر بتاعك بتاع تويتر، محفظة الايه اثيريوم وايلد، وهنا بتحط اليوزر بتاع صاحب الاحالة، لان في الحالة دي سايب لك اليوزر بتاعي تحت اللينك في الفيديو. نيجي للدروب اللي بعده، ده اردروب بيدينا 40 عملة من عملة اسمها كوين وير، كنا شرحناه قبل كده بس الاردروب قرب ينتهي فعشان كده بنعيده تاني. ايه طريقة التسجيل بتاعته؟ سهلة. كل اللي عليك اول ما بيفتح معاك بيديك مسألة حسابية، هنا كان مديني 22+7=29. بعد كده بيفتح معاك في المهام، اشتراك في جروب تجرام اول، اشتراك في جروب تجرام تاني، اشتراك فتعمل فولو الصفحة بتاعتهم على تويتر، وبتحط المحفظة، وبعد كده بتدوس سبمنت، ويبتدي يطلب منك ايه التأكيدات. اول حاجة هنا تحط له رقم اليوزر بتاعك على تويتر، بعد كده تحط له الايميل بتاعك، رقم المحفظة، وبعد كده هو بيديك رابط الاحالة تاخده تروج له. نيجي للدروب اللي بعده، الدروب ده المفروض ان هو بيدينا 700 من العملة بتاعتهم.
طريقة التسجيل فيه سهلة، أول ما يفتح معاك اللينك اللي أنا سايبه لك هيفتح على التسجيل على طول، ايميل باسورد رسالة تفعيل، وبعد كده هيفتح معاك بالشكل ده. الرصيد بتاعك بيظهر هنا، هتدوس على الشكل ده. ارجع لكم تاني، يعني انت بعد ما تسجل وتفعل وتيجي تخش تسجيل دخول هتدوس على علامة الشكل اللي هنا فوق ده، هتلاقي هنا الرصيد بتاعك ظاهر، وهنا وزدرو هي كده كده هتفتح قريب، قرب خلاص الوزدرو قرب ينتهي، والوزدرو انت بتقوم بيه بنفسك، يعني هو ما بيبعتش اوتوماتيك. اول ما هيبتدي يبعت انا هتلاقيني بعت لكم رساله برضو، عملت فيديو بايه بالارسال. تسجيل فيه سهل، مجرد بس بياناتك وبايه وبتفعل. حابب تجيب كود الاحاله بتاعك عشان تروج له، استنى بس الصور دي لغايه لما تعدي ثانيه واحده. اول ما تيجي كلمه ريفيل بروجرام هتدوس عليها، وهنا بتدوس عليها عشان تجيب الهدية برضو، بيديك هدايا. ممكن تخش على بيتكوين توك وتنفذ المهام الموجودة هنا وتزودك رصيد. نرجع تاني، استنى بس ثانية لغاية لما اجيب بروجرام ريفيل. تمام اهي كده، هتنسخ لينك الاحالة بتاعتك وتروج له، هتاخد عن كل احالة 100 من العملة. انت مجرد تسجيل بتاخد 700 وعن كل احالة 100. نيجي للدروب اللي بعده. ده اور دروب، بس لازم تكون مسجل في المنصة دي. هتلاقيني سيب لك لينك المنصة اسمها كوين جاكس، سجل في المنصة الأول عشان العملة توصل لك عليها. تيجي بعد كده والمنصة صادقة، هوريكم أنا كنت سجلت بعتت لي من عملتها وفيها حاجة أمان كده إن هي تبعت لك، سواء أول ما الأي بي بتاعك بيتغير بيبعت لك زي كود عشان تفعل الدخول مرة تانية. تمام، هو كده إيه، يعمل دخول تسجيل دخول طبيعي معانا. تمام، هخش هنا على الموبايل بتاعي. تمام، كنت سجلت ووصلني 3 من العملة بتاعتهم. ده كان بعيد عن الايردروب. نيجي بقى الايردروب نفسه، الايردروب مرتبط بالمنصة نفسها. الايردروب هو ما بيفتح معانا بيدينا المهام دي، اشتراك في جروب تليجرام، بيقول لك ان انت سجلت في المنصة بتاعتهم. تمام، بعد كده فولو على تويتر، بعد كده لايك على الفيسبوك، وبعد كده بتدوس له كلمة سبميت ديتيلز. للتأكيد بيطلب منك اليوزر بتاع تويتر، بتكتبه بدون علامة الات، يعني بتكتبه بالشكل ده اليوزر على طول. بعد كده الايميل اللي انت سجلت بيه في المنصة، بعد كده اللينك بروفايل بتاعك على الفيسبوك، وبعد كده بيديك كاباتشا كمسألة، اما كمس بيديك كاباتشا كتابة بتكتبها. نسيت بس اقول لكم، اول ما بيفتح الدروب نفسه بيديك برضو ايه مسألة حسابية بتحلها، وبيديك في الاخر برضو بعد ما بتخلص المهام بتاعتك بيديك زي كاباتشا كده عبارة عن كتابة هنا FKS3H، يعني حاجة زي كده بتكتبها له زي انا ما كاتبها، بتأكد منك خلاص. بيديك بعد كده لينك الإحالة بتاعتك تاخد له تروج له، ده لينك الإحالة بيبقى مكتوب قصاد كلمة يور يونيك ريفيل، بتاخد اللينك ده وتروج له، عن كل إحالة بتاخد ايه واحد من العملة. وتسجيلك تقريبا بتاخد ايه كام، حوالي 5 من العملة او حاجة زي كده. إيه العملة مهمة وسعرها يبقى مرتفع، مش موضح هنا، يبقى انت تسجيلك هتاخد واحد من العملة وعن كل إحالة واحد من العملة. نيجي للدروب اللي بعده، انا كنت شرحته قبل كده بس طلع فيه بونص كنت واخد بالي منه، قلت لكم اللي حابب يتاجر فيه. لا، في غير كده كمان، الموقع ده انا قلت لكم العمله بتاعته هتبقى مرتفعه جدا قريب، بيدي بونص. اول حاجه كتسجيل ليك، انت مجرد ما سجلت في الموقع مش هتشتري عمله ولا حاجه، بتاخد 10 من العمله اسمها في سي ان. العمله حاليا بتتباع حاليا تقريبا بحوالي 40 سنت، بس سعرها ارتفع قوي قريب. تمام، انت بتسجل عادي تسجيل عادي، ايميل باسورد، بيجيلك رساله تفعيل عادي ما فيهوش اي مشاكل. بعد كده بتخش على كلمه ريفيل، هتلاقي الرصيد بتاعك ظاهر هنا اهو، ادي مثلا ايه في سي ان بالانس، الرقم المكتوب تحت ده 14، مقصود بيه ان انا 10 جبتهم انا من التسجيل، وبديك عن كل احاله 4 عملات. تمام، نيجي الدروب اللي بعد ده، الدروب ما تسيبوش، انا انصحكم بيه ان تسجلوا تاخدوا منه اقل مبلغ حتى 10 بتوع التسجيل. الاير دروب ده كنا شرحناه قبل كده، نفتحه كده مع بعض. ده بيدينا 30 دولار من العملة مجرد تسجيلك بين الاحالات. المهام اللي فيه سهلة ما فيهاش اي مشاكل،
اول ما بيفتح معاك بيديك كباتشة بتحلها، ومجرد ما بيفتح كباتشة بيحولك على الموقع ده. نفتحه كده مع بعض. ده محفظة خاصة بالعملة. هتيجي تسجل هنا، هتختار اول حاجة نوع المحفظة اللي انت عاوزها. ما تنزلش المحافظ، انت مش مستاهل ان انت تنزل المحفظة. اختار كلمة ويب فيجن، يعني انت هتستعمل المحفظة اللي هي الويب. يعني المحفظة تقيلة سنة. على العموم اختصار الوقت، هي المحفظة فكرتها نفس فكرة محفظة الويف، بتخش بيديك كلمة سر وكلمات بتحفظها، كل الكلام ده معروف بالنسبة لنا، وهتبقى ليك باسورد وتحفظها عندك على الجهاز مفيهاش أي مشاكل، وبيديك الرقم اللي هي المحفظة بتاعتك بتشتغل عليه. نيجي نرجع نكمل في الدروب. بيدينا اول مهمه معانا، مهمه بتاعت فولو ان تويتر، هتعمل له فولو على التويتر، وبعد كده مجرد ما تعمل له المهمه بتحط له اليوزر بتاعك هنا اهو، تمام. وهنا فوق نسيت اقول لكم، المحفظه انت بيبقى ليها اسم، يعني انت مجرد ما بتحط ما بتسجل في المحفظه بيبقى ليك يوزر، بتحط اليوزر بتاعك هنا اهو اللي انت سجلت بيه في المحفظه. ده بعد مهمه المحفظه. نيجي المهمه اللي بعد كده، تويتر، بتحط له اليوزر بتاعك تويتر عادي. بعد كده بيطلب منك انت هتعمل له ريتويت، هتحط له اليوزر بتاعك برضو اللي انت عملت بيه ريتويت على تويتر. بعد كده بيطلب منك انت تتابعه على برنامج او موقع شات، في موقع شات اسمه ديسكارد معظمنا عارفينه، بتشترك تفتح، انت مجرد بتفتح الصفحه بس عامل زي التليجرام كده، بتشترك وترجع تحط له اليوزر بتاعك بتاع ديسكارد هنا. بعد كده بيظهر معاك رصيدك بيقول لك 15 من العمله، ال 15 من العمله ده بيساوي 30 دولار، وبتاخد عن كل احاله 5 من العمله، يعني بمعدل 10 دولار عن كل احاله. الدروب سهل ومهم جدا، وفي باذن الله خير، تمام. انا عشان مسجل بس ظهرت معايا. المهم هو بيفتح معاك المحفظه زي ما قلت لكم، بيطلب منكم الباسورد او يوزر، اول حاجه يوزر اللي هسجل بيه زي اليوزر ده، وبيديك بيخليك تدخل الباسورد بتاعك، وبعد الباسورد بتدخل بيديك كلمات، الكلمات دي زي المفتاح بتاعك بعد كده، بحيث ان المحفظه انت نسيتها توصل لك العمله عليها. نيجي للدروب اللي بعده، ده كوين وير، لا شرحناه. ده مهم، شرحناه قبل كده، خلاص قرب ينتهي. نشوف كده طريقة التسجيل فيه. أول ما بيفتح معانا بيدينا مسألة حسابية، وبعد المسألة الحسابية اللي هي الكابتشا بيبتدي معانا في المهام، اشتراك في جروب تليجرام، بخلص وتقول له دون، اشتراك في جروب تليجرام تاني، وبعد كده بيقول لك لازم تكون مسجل في المنصة اللي هي بتاعت بتريبي، أنا هسيب لكم برضو رابط المنصة، هفتحها لكم وأوريها لكم. المنصة تسجيل فيها سهل، عبارة عن تحط الايميل، الباسورد، وبعد كده بتدوس هنا كلمة سند، بيجيلك كود على الايميل، بتروح تنسخ الكود هتحطه هنا، وتدوس كريت اكونت، خلاص كده انت عملت حسابك، بتاخد الايميل بقى اللي انت سجلت بيه هنا في جوه المنصة نفسها، وبترجع تحطه له في المكان ده. هتلاقيني انا سيب لك اول حاجة رابط تسجيل في المنصة عشان تسجل فيها على طول، بتحس ان انت تحط الايميل بتاعك دايركت. بعد كده بيطلب منك محفظة الايثيريوم والت بتاعتك عشان يبعت لك عليها العملة. بعد كده بيطلب منك انت تعمل له متابعه على تويتر وتعمل له فولو وتحط له اليوزر اللي انت سجلت بيه. بعد كده ده ريتويت، هتدوس هنا على كلمه ريتويت اون تويتر، هيديك لينك كده هيدخلك على مقاله في تويتر، هتعمل لها لايك وريتويت وتاخد اللينك بتاع الريتويت بتاعك وتحطه له هنا. بعد كده بيظهر معاك رصيدك، وكل ما حد ما يسجل معاك بيضيف لك هنا، بيظهر معاك الرصيد هنا وهنا عدد الحالات. الدروبات كلها مهمة، وده الدروب كنت شرحته قبل كده، الدروب طلع صادق وبيبعت فعلا احالات ومحترم، يعني الدروب انت مجرد تسجيل فيه بيديك 1000 من عملة الاكس بي اس، وعن كل احالة بيديك 1000 من العملة. بس شرط فيه اول ما تيجي تسجل لازم تكون مفعل برنامج جوجل، ايه، لازم تكون مفعل الجنريتور ده اللي هو برنامج جوجل اكواد، تمام. نيجي نخش بعد كده هنا، ده كنت شرحته قبل كده، كان اير دروب، هو مش اير دروب، هو يعني خليط ما بين حاجتين، هو موقع اعلانات بي تي سي اللي هو انت بتتفرج على دعايه على اعلانات، وبيديك بيحاسبك بالدولار او بالعملات الموجوده كلها في دي، وكان ساعتها في الاول عامل اير دروب، يعني معانا دلوقتي حوالي 2 دولار الا من عمله الاكس بي ار تي
اللي حابب يخش يسحبها مفيش مشاكل، اللي حابب يزودها يخش هنا، وكان بيدينا رصيد من الدولار هنا. اللي حابب يخش دلوقتي فتح خاصية الإعلانات، ممكن تزود رصيدك وتكسب منه وتكسب من الإحالات برضه. هتخش هنا على بي تي سي، ده الشغل اليومي بتاعك. ممكن تتفرج على إعلان إعلانين، هتتفرج عليهم كلهم، هم كلهم 10 إعلانات في اليوم يعني. الإعلان بيظهر معاك بالشكل ده، بيعدي معاك عداد 30 ثانية. الإعلان ده هيبقى سعره عالي شوية، عشان 60 ثانية أو أكتر كمان من 60 ثانية تالي. لا لا، 30 ثانية. تمام، الإعلان كده خلص، بيجيلي كبرشة بحلها. اكتب لي فوق كلمة كلاب يبقى ايه الشكل ده، ودوس له سنت. كده رصيدي زاد 0.0250 من الدولار. تبتدي تشتغل عليه وتروج الإحالات بتاعتك، تكسب أكتر بإذن الله، يكون في ربح كويس ليك. نيجي بقى لآخر حاجة معانا، ده كان موقع تعدين شرحته. شفت له النهاردة حوالي 4 أو 5 إثباتات سحب، اللي هو ليزر برو. الموقع مجرد تسجيلك فيه بيديك 1000 GH تعدين، تقدر تحولهم مفيش اي مشاكل. انا شفت له كذا اثبات سحب، ونلحقه في اوله، والموقع ما كملش 3 4 ايام، نلحق في اوله ونكسب منه. هوريكم بس، اعمل ريفرش للصفحة. التسجيل عادي فيه مفيش اي مشاكل، بتدوس على كلمة ريجستريت قبل ما يفتح معاك. لو ما فتحش معاك على التسجيل دايركت، تيجي تحط ايميلك والباسورد بتاعك وتعلم علامة اجري وريجستر. تمام، بك على كده بتخش عادي. نخش بقى تسجيل دخول من كلمة اوثوريزيشن. تمام، هتلاقي هنا ظاهر معاك 1000 GH، بس عشان انا بعمل مهام يومية فبكسب منها. ايه هي المهام اليومية معاك؟ كلمة بونص بتخش عليها، معاك بتاخد بونص سرعة جي اتش كل ساعة مجانا، ومعاك مرة في اليوم بيديك 25 مرة واحدة مش جي اتش، مجانا برضو يعني. دي مرة في اليوم ودي مرة كل ساعة، هنجربها كده بتاع كل ساعة. انا لسه عاملها من شوية، او كل ساعتين انا اسف، هنا كل ساعتين وهنا كل 24 ساعة. بديك كل ساعتين 5 GH مجانا، وهناك 25 GH، وبتاخد على كل احالة بتيجي تسجل عن طريق 25 GH. شفنا له اثباتات سحب والموقع صادق. تخش هنا، يفضل تعدن على حاجتين، لا دولار لا عملة الدوكوين، اسهل وبعتنهم اسهل يعني بالنسبه للدوكوين، ويعتبر اسهل حاجه فيهم كمان الدوكوين. انا بعد ما اخلص الدولار هنلتني للدوكوين وارجع اعدن عليه. بكده يكون الشغل معانا النهارده انتهى. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم دوسوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.